السلام عليكم، ازيكم يا سنه اولى؟ ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم مريم عبد الله الفرقه الثالثه، وان شاء الله هنشرح النهارده السي بي ال بتاع الهايبرتنشن. هو نفس عنوان المحاضره، وبالتالي الكونتنت بتاعه تقريبا هو نفس المحاضره، مش هنختلف كتير خالص. فعشان كده انا جمعت الحاجات الفرق ما بين المحاضره والسي بي ال. فيعني لو انت هتذاكر المحاضره ذاكر بعضها على طول السي بي ال، تمام؟ وهنحل ان شاء الله الاسئله اللي كانت موجوده في السي بي ال. تمام نيجي نتكلم على ايه الهايبرتنشن، المانجمنت بتاعه. قبل ما ندخل في المانجمنت خلونا ناخد بس اوفر فيو على الهايبرتنشن. الهايبرتنشن ده مرض مزمن، تمام، كرونيك ديزيز، يعني ملوش دراج معين انا هاخد الدواء ده وخلاص مش هيبقى عندي هايبرتنشن، انا هدخل اعمل العمليه دي وبعد ما اعملها مش هيبقى عندي هايبرتنشن. لا، الهايبرتنشن ده مرض احنا بنتعايش معاه، تمام. المريض بتاع الهايبرتنشن بيتعايش معاه. فعشان كده لما جم يعملوا مانجمنت ليه قالوا احنا هنعمل حاجتين. اول حاجه هتبقى عباره عن جنرال لاينز، ودي بتعتمد بصوره كبيره على اللايف ستايل بتاع الشخص ذات نفسه، يعني يوقف التدخين لو هو مدخن، لو هو عنده سكر يحاول يعمل كنترول للدايبيتس اللي عنده ده، لان الدايبيتس ميليتس بيزود الهايبرتنشن. يعمل اكسرسايز دايما، يقلل الوزن بتاعه، الدايت بتاعه ما يكونش فيه فات او سولت كتير لان الملح بيزود الضغط زي ما انتم عارفين. يحاول يبعد على المواقف اللي ممكن تزود له ستريس، يعني سواء كان فيزيكال او منتال، تمام. فالجنرال لاينز هي ما هي الا حاجات على اللايف ستايل، تمام، زي مثلا اهو ستوب سموكينج، يوقف تدخين، يعمل ويت ريدكشن يعني يقلل الويت، يقلل الوزن بتاعه، يعمل ريجولر اكسرسايز، دايما يكون عنده ورك اوت بيعمله كل يوم، تمام. يأفويد الفيزيكال اند منتال ستريس، دايما يبعد عن الستريس سواء كان فيزيكال او منتال، اي حاجة فيها ستريس يبعد عنها عشان ما تعليلوش الضغط. يقلل الانتاج بتاع الهاي سولتي اند فاتي دايت، تمام، يعني دايما الدايت بتاعه او الاكل بتاعه يكون ما فيهوش لا ملح ولا دهون كتير. دايما يعمل ايه؟ يعمل كنترول الدايبيتس ميليتس، تمام، لان الدايبيتس من اسباب الهايبرتنشن برضه، تمام تمام. والحاجه الثانيه اللي قسموها تبع المانجمنت هو الدراج ثيرابي. يبقى المانجمنت تتقسم حاجتين، جنرال لاينز ودي بتعتمد على اللايف ستايل، والدراج ثيرابي. الدراج ثيرابي احنا اتكلمنا عنه باستفاضه في المحاضره اصلا، تمام. بس في السي بي ال بقى المختلف هنا ان هو بيجيب لك التوليفه بتاعه الدراجات دي مع بعض، يعني امتى اخد دراج واحد بس من الدراجات دي، طب امتى اخد اتنين، طب امتى اخد التلاته، طب اخد انهي مع انهي كده، تمام. هو ده الايه الفرق عن المحاضره، وده اللي هنشرحه دلوقتي، تمام. الدراج ثيرابي جم قسموه ليه فيرست ستيب، ودي بتكون عباره عن مونو ثيرابي. مونو يعني واحد، وثيرابي يعني علاج. يبقى من الاسم كده انا بستخدم دراج واحد بس، تمام. طيب السكند ستيب دي بستعمل فيها توليفه متكونه من تو دراج، تمام، وهنقول ايه الدراجين اللي اقدر استعمله معاها، تمام. والثيرد ستيب دي عباره عن توليفه متكونه من ثلاث دراجات. طب ايه الفرق؟ الفيرست ستيب لما يكون الهايبرتنشن مايلد تو مودريت، يعني الهايبرتنشن لسه خفيف. السكند ستيب لا، الليفل عالي شويه. الثيرد ستيب لا، ده سيفير هايبرتنشن، ساعتها ابدا معاه استخدم على طول الايه الثيرد ستيب اللي هم التريبل ثيرابي، توليفه متكونه من ثلاث دراجات، تمام تمام. الفيرست ستيب زي ما احنا قلنا هو عباره عن مونو ثيرابي، يعني هستعمل دراج واحد بس. طب هستعمل انهي دراج؟ اكيد هستعمل من مجموعه الادويه الاساسيه، مش هروح عند المسلينيس واستعملها، لا انا هروح عند الادويه الاساسيه بتاعه الهايبرتنشن واستعملها. كانوا خمس مجاميع اساسيه: البيتا بلوكر، الدايريتكس، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، واخوه بس هو مش مكتوب، الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر، والكالسيوم تشانل بلوكر، تمام تمام. نيجي بقى للسكند ستيب. السكند ستيب دي توليفه متكونه من تو دراج، من دوايين، تمام. لا حتما ولابد ان يكون واحد منهم دايريتك، تمام. يبقى يا اما هستعمل الدايريتك مع البيتا بلوكر، يا اما الدايريتك مع الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، يا اما الدايريتك ومعاه الكالسيوم تشانل بلوكر، تمام. يبقى السكند ستيب الهايبرتنشن زاد، ما بقاش مايلد تو مودريت، بقى ليفل اعلى، تمام. هستخدم توليفه متكونه من دوايين،
الدوائين دول حتما ولا بد ان واحد منهم يكون دايرتك، تمام؟ يا اما دايرتك مع بيتا بلوكر، يا اما دايرتك معاك انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، يا اما دايرتك ومعاك كالسيوم تشانل بلوكر، تمام؟ طيب هفضل على الحاله ده امتى؟ هفضل على هذا الوضع اسبوعين او من اسبوع لاثنين، تمام؟ لو الهايبرتنشن ما حصلوش كنترولد يبقى معنى كده ان الشخص ده محتاج يبدا التريبل ثيرابي، ياخد ثلاث ادويه مع بعض. يبقى انا هبدا امشي معاه بالمعدل ان انا هاخد توليفه متكونه من دوايين لمده اسبوع او اسبوعين، تمام؟ استمر الحمد لله والضغط عرفنا نعمله كنترول كنبه. طب ما قدرتش اعمل كنترول، ما قدرتش اعمل كنترول، يبقى ساعتها ابدا ادخل في التريبل ثيرابي. التريبل ثيرابي ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن توليفه متكونه من ثلاث ادويه، حتما ولا بد ان الدايريتك والفازو دايليتور دراج يكون واحد منهم. يبقى يا اما مره استعمل الدايريتك والفازو دايليتور دراج معاهم البيتا بلوكر، يا اما مره تانية استخدم الدايريتك والفازو دايليتور دراجز ومعاهم الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، تمام؟ تمام. طيب الفازو دايليتور دراجز دي ممكن تكون زي ايه؟ زي الهيدرالازين، ده خدناه في المحاضره، والكالسيوم تشانل بلوكر برضو اعتبره فازو دايليتور، والالفا والالفا بلوكر ده برضو يعتبر دايليتور، فازو دايليتور، لان هو بيشتغل على الالفا ريسبتور اللي موجوده على البلاد فيزل يعملها بلوك، تمام؟ تمام. والاي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، تمام؟ معلش بس يبقى المانجمنت كان عباره عن جنرال لاين، والجنرال لاين ده عباره عن حاجات في بتاعه اللايف ستايل، والدراج ثيرابي. والدراج ثيرابي ده اتقسم للثلاث ستيبات، يا اما فيرست ستيب ده بيبدا ياخد علاج واحد بس ودواء من الخمس مجاميع الاساسيه، يا اما بيتا بلوكر، يا اما انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، يا اما انجيوتنسين بلوكر ريسبتور، يا اما البيتا بلوكر، يا اما كالسيوم تشانل ايه بلوكر. طب سكند ستيب لا، هبدا اخد دوايين مع بعض، حتما ولا بد ان الدايريتك يبقى واحد منهم، يا اما دايريتك مع بيتا بلوكر، يا اما دايريتك مع انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، يا اما دايريتك مع كالسيوم تشانل ايه بلوكر. اما الثيرد ستيب باخد توليفه متكونه من ثلاث ادويه مع بعض، ثلاث ادويه دول مين؟ الدايريتك والفازو دايليتور دراج، ماشي؟ يا اما بقى دايريتك وفازو دايليتور دراج ومعاها بيتا بلوكر، يا اما دايريتك وفازو دايليتور دراج ومعاها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور، تمام؟ تمام. الفازو دايليتور دراج مش بس اللي هي التقسيمه بتاعه ارتيريو دايليتور وفينو دايليتور وكده، لا، الكالسيوم تشانل بلوكر اقدر اعتبرها من الفازو دايليتور دراج، الالفا بلوكر فازو دايليتور دراج، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم برضو فازو دايليتور دراج. اي دواء في الميكانيزم بتاعه كلمه فازو دايليتيشن اعتبره فازو دايليتور دراج، تمام؟ تمام. نيجي بعد كده بقى نتكلم على حاجه مهمه، ان هو في السيفير هايبرتنشن على طول ابدا بالتريبل ثيرابي. في العاده احنا بنجرب السكند ستيب او اللي هو الدوايين مع بعض، تمام؟ طيب المريض ما لسه الضغط بتاعه مرتفع، خلاص ابدا ادخل بقى معاه في الايه التلات ادويه مع بعض. انما في السيفير هايبرتنشن ابدا على طول بثلاث ادويه مع بعض، ما تقعدش تجرب وتستنى الضغط هيتعدل ولا لا، تمام؟ تمام. تاني حاجه برضو مهمه، ان هو البيتا بلوكر بتكونترا انديكيتد، لما تكون كونترا انديكيتد استعمل ايه؟ استعمل الالفا ميثايل دوبا والكولينيدين، الفا ميثايل دوبا والكولينيدين. طب ليه الاثنين دول؟ لان الاثنين دول بيكونوا سيف اكتر، وفي نفس الوقت هما سيمباسوليتك، يعني هما زيهم زي البيتا بلوكر، تمام؟ هما سيمباسوليتك، تمام؟ تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم على الايه التريتمنت بتاع الهايبرتنسيف ايمرجنسي او الهايبرتنسيف انكيفالوبالي، تمام؟ لو تفتكروا في المحاضره امبارح كنا دايما نقول ايه في الايمرجنسي هايبرتنشن، ايمرجنسي هايبرتنشن هنا الراجل من علينا الحمد لله وجمع لنا الادويه اللي استخدمهم في الايمرجنسي هايبرتنشن. اول واحد اللي هو ايه؟ الفيوريزمايد. الفيوريزمايد ده كان لوب دايريتكس، وفعلا كل هتلاقوا طبعا ان كل الادويه دي بتتاخد اي في، تمام؟ اول واحد هو الايه الاي في فيوريزمايد، الاي في فيوريزمايد، وده كان لوب دايريتك، او النيفيديبين
النيفيديبين سابلينجوال ايجنت، يعني حبايه بتتاخد تحت اللسان كده تمام، واسم اللي هي النيفيديبين. النيفيديبين ده كان كالسيوم شانل بلوكر تمام تمام، او الصوديوم نيتروبروسايد وده كان بيتاخد اي في برضو انفيوجن بس اندر الكنترول تمام. وبعد كده الدايزوكسايد، الدايزوكسايد برضو ده بيتاخد اي في تمام. هو بيتاخد اي في ازاي؟ بيتاخد اي في وده ارتيريو دايليتر تمام، او الهيدرالازين، الهيدرالازين برضو بيتاخد اي في تمام. تلاحظوا ان معظم الادوية بتاعت الامرجنسي هايبرتنشن بناخدها اي في، واللابيتيلول وده برضو كان بيتا بلوكر وبيتاخد ايه، بيتا اند الفا بلوكر برضو بيتاخد اي في. يبقى احنا نجمع كده الادوية دي، هما 6 ادوية استخدمهم في الامرجنسي هايبرتنشن، 3 منهم فازو دايليتور. ايه التلاتة دول؟ التلاتة دول اللي هو كان الصوديوم نيتروبروسايد والدايازوكسايد والهيدرالازين، التلاتة دول فازو دايليتر استخدمهم في الامرجنسي هايبرتنشن. ومعنا تلاتة تانيين اللي هو الفيوريزيمايد اللي هو كان لوب دايريتك، والنيفيديبين اللي هو كالسيوم تشانل بلوكر، واللابيتيلول اللي هو الفا اند بيتا ايه بلوكر تمام. يبقى 2 بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر اللي هو النيفيديبين، واللابيتيلول اللي هو الفا اند بيتا بلوكر، 3 فازو دايليتور، وواحد ايه الفيوريزمايد. يبقى لو حاولنا نجمع كده ايه الادويه اللي استخدمها في التريتمنت بتاع الهايبرتنشن ايمرجنسي، ثانيه 3 2 1، الثلاثه اللي هم الفازو دايليتور اللي هو الدايزوكسايد والهيدرالازين والصوديوم نيتروبروسايد، 2 اللي هم بلوكر، 1 الفا اند بيتا بلوكر اللي هو اللابيتيلول، والكالسيوم تشانل بلوكر اللي هو مين، اللي هو النيفيديبين، واللوب دايريتك اللي هو الفيوريزمايد، كلهم بيتاخدوا اي في لان دي حاجه ايمرجنسي، انت عايز الاف اكشن بتاع الدواء يظهر بسرعه تمام. طيب ما عدا مين اللي ما بيتاخدش اي في؟ هو النيفيديبين. النيفيديبين اخده سابلينجوال ايجنت، ده حاجه تحت اللسان كده تمام. طيب قبل ما نبدا في الاسئله هنقول بس اللي حصل دلوقتي. اللي حصل اللي احنا اتكلمنا على المانجمنت، قلنا ان المانجمنت ده جنرال لاين ودراج ثيرابي، والجنرال لاين ده بيعتمد على اللايف ستايل اكتر بتاع الشخص. اما الدراج ثيرابي، الدراج ثيرابي ده كان عباره عن كام ستيب؟ عباره عن 3 ستيبات. اول ستيب اللي هو بناخد مونوثيرابي بس، دواء من الخمس ادويه الرئيسيه الموجوده عندنا. سكند ستيب ده توليفه متكونه من 2 دراج، يا اما دايريتك او معايا بقى ايه، يعني لازما ولا بد ان هو يكون واحد منهم دايريتك، دايريتك وبيتا بلوكر، دايريتك وانجيوتنس كونفرتنج انزيم انهيبيتور، دايريتك وكالسيوم تشانل بلوكر، المهم دايريتك معايا وحاجه من الايه، من الدواء من الخمس ادويه الرئيسيه تمام. طيب الثيرد ستيب ده، الثيرد ستيب ده اللي هو بقى ايه، بنستخدم توليفه متكونه من 3 ادويه مع بعض، دايريتك وفازو دايليتور دروج، دي حتما ولا بد، ومين معاهم؟ يا اما معاه بيتا بلوكر يا اما معاه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور تمام. ده كان الدراج ثيرابي. طيب بعد كده كام ان بهايه بسيطه؟ لان بهايه البسيطه ان هي بتقول لك لو انت عندك سيفير هايبرتنشن تمام، ما تقعدش تجرب عليه السكند ستيب تمام، ادخل على طول في الثيرد ستيب وابدا في التريبل ثيرابي على طول ما دام اللي قدامك ده سيفير هايبرتنشن تمام. طيب لو بيتا بلوكر ممنوعه، ما ينفعش اخد بيتا بلوكر. كان امتى ما ينفعش اخد بيتا بلوكر؟ لو واحد مثلا عنده برونكيال ازمة ما ينفعش اخد معاه بيتا بلوكر. المهم لو انا ما ينفعش اخد البيتا بلوكر، اخد بدلها ايه؟ اخد بدلها الالفا ميثايل دوبا والكلينيدين، لان دول سيمباثوليتك برضو تمام، بس دول كانوا الفا 2 ريسبتور بلوكر تمام. طيب التريتمنت بتاع الهايبرتنسيف ايمرجنسي، او شخص عنده يعني هايبرتنسيف انكيفالوباثي ايا كان، حد في الاستقبال جاي وضغطه عالي، هنعمل ايه؟ هنديله الادويه دي، ودي قسمناها 3 2 1، 3 كانوا اللي هم فازو دايليتور، كانوا مين؟ الهيدرالازين والدايزوكسايد والصوديوم نيتروبروسايد تمام. 2 بلوكر كالسيوم تشانل بلوكر اللي هو النيفيديبين تمام، والالفا اند بيتا بلوكر اللي هو اللابيتيلول تمام، وواحد لوب دايرتك اللي هو الفيوريزيمايد. كلهم بلا استثناء بيتاخدوا اي في ما عدا النيفيديبين، يتاخد سام لينجوال ايجنت تمام. تمام نيجي بقى نحل الاسئله مع بعض تمام. اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل الدراجز اللي قدامك دي معلش
معلش انا اسفه. بيقولوا كل الدراجز اللي قدامك دي بنستعملها في الهايبرتنسيف انكيفالوباثي ما عدا الفيوريزيمايد. كان بيتاخد اي في ده لوب دايريتك. الكابتوبريل ده كان انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور. انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور تمام. هل اخده مع الهايبرتنسيف انكيفالوباثي؟ لا. النيفيدبين ده كان اللي هو بلوكر كالسيوم ترانل بلوكر. صوديوم نيتروبروسايد ده كان فازو دايليتور. يبقى كلهم بستعملهم في الهايبرتنسيف انكيفالوباثي في ما عدا مين؟ في ما عدا الكابتوبريل. ليه؟ اصل الكابتوبريل ده كان اصلا انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور وملوش علاقه بالايه بالامرجنسي هايبرتنشن. طيب نيجي لتاني سؤال بيقول لك الايه الميكانيزم اوف اكشن اوف بروبرانولول. اي حاجه اخرها لول نعرف ان هو بيتا بلوكر ما عدا اللابتينولول ده كان الفا اند بيتا بلوكر. فالبروبرانولول ده بيتا بلوكر وش، فهو بيعمل ايه؟ بيعمل بلوك للبيتا ادرينرجيك ريسبتور. تمام نيجي بقى لتالت سؤال معانا بيقول لك لو البيتا بلوكر الون كانت كنترول البلاد بريشر. لو انا البيتا بلوكر مش قادره تكنترول لوحدها البلاد بريشر انهي دواء استعمله معاها؟ هو كده بيلمح لك ان انت عايز تستخدم دوائين مع بعض، والدوائين مع بعض كان دايريتك حتما ولا بد دايريتك ومعاه اي حاجه تانية. فهو جايب لك البيتا بلوكر يبقى كده استعمل معاها دايريتك. انهي من هنا دايريتك؟ الهيدروكلوروسايزايد. تمام تمام نيجي بعد كده ايه المين سايد افكت بتاع النيفيدبين. السايد افكت بتاع النيفيدبين، النيفيدبين ده كان ايه؟ كالسيوم تشانل بلوكر. ومدام كالسيوم تشانل بلوكر يعني فازودايليتور، واي حاجه فازودايليتور تعمل انكل اديما. تمام اي حاجه تعمل فازودايليتيشن بتعمل ايه؟ انكل اديما. طيب نيجي بعد كده للسؤال الخامس بيقول لك ايه من الدايريتكس دول عنده بور رينال، استخدمه مع البور رينال فانكشن. النقطه دي برضو كانت زياده اكتبوها على جنب. الدايريتكس كان عندنا لوب دايريتك والسايزايد. اللوب دايريتك استعملها مع البور اند جود رينال فانكشن، سواء الكلمه شغاله كويس سواء الكلمه شغاله وحش انا استخدم معاها اللوب دايريتكس عادي ما خافش. انما السايزايد لازم تكون الكلمه شغاله كويس عشان تعمل له اكسكريشن كويس. تمام ايه من الدايريتكس اللي استعمله في البور رينال فانكشن؟ اللوب دايريتك. انهي من هنا لوب دايريتك؟ الفيوريزيمايد. طيب الجنرال لاين مانجمنت اوف هايبرتنشن قلنا دي حاجه بتعتمد على اللايف ستايل. هاي الستوب السموكينج صح، لو فات اند سولت دايت برضو صح ان هو يقلل الدهون والاملاح في اكله صح، ريجولر اكسرسايز برضو صح. يبقى هنا اول اوف ذا اباف هي الاجابه. طيب نيجي بعد كده بيقول لك which of the following drug lead to loss of taste. loss of taste على طول يجي في دماغنا مين؟ اللي بيزود البرادكينين اللي هو كان مين؟ اللي هو كان angiotensin converting enzyme inhibitor اللي هو اي حاجة اخرها بريل اللي هو كابتوبريل. تمام طيب بعد كده which of the following drug combined arterio venous dilator. يعني هي فازو دايليتور للارتري والفين مع بعض كان هو دواء واحد اللي هو الصوديوم نيتروبروسايد. تمام طيب بعد كده اللابيتولول. اللابيتولول احنا قلنا اي حاجه اخرها لول يبقى بيتا بلوكر ما عدا اللابيتولول ده الفا اند بيتا بلوكر. تمام يبقى ده اعتبره ايه؟ الفا اند بيتا بلوكر. بعد كده الفازو دايليتور دراجز انكلود الفازو دايليتور دراجز الهيدرالازين ده ارتيريو دايليتور دراج، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم والكالسيوم تشانل بلوكر زي النيفيدبين برضو يبقى اول اوف ذا اباف يعتبر فازو دايليتور دراجز. تمام تمام نيجي بقى بعد كده للكيسز. بيقولوا راجل عنده 45 سنة تمام وجه بهايبرتنشن وكان بيتعالج بمونوثيرابي. يبقى مونوثيرابي يجي في دماغي كده على طول خمس المجاميع الأساسية دايريتكس انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور والبيتا بلوكر والكالسيوم تشانل بلوكر. يبقى هو كان بيتعالج بحاجة من دول بس للأسف جه ومعاه بريزيستنت كف. كان دايما بيتعالج مونوثيرابي وجه ومعاه بريزيستنت كف تمام يعني عنده كحة مش راضية تروح. طيب which of the following drug have the same benefit but wouldn't cause cough. تمام ايه من الأدوية دي اللي معاها اللي أقدر استعملها بس ما تعمليش كف؟ اللي فهمته ان الراجل ده كان بيتعالج بضغط والدواء ده سايد افكت بتاعه ان جاب له كحة. طب مين اللي بيعمل دراي كوف؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور.
اخوه اللي هيسد مكانه الانجيوتنسين بلوكر ريسبتور. مين هنا انجيوتنسين بلوكر ريسبتور؟ اي حاجه اخرها سرطان يبقى له سرطان. تمام. طيب نيجي بعد كده لتاني كيس. بيقولوا 50 سنه، راجل عنده 50 سنه، عنده هيدك وبالبيتيشن. تمام. فكوكوا من كل الارقام دي، انا عايزه بس حته ان الهارت ريت 120 بيت. اصلا الهارت ريت من 60 ل 100، ف 110 قصدي ده معنى كده ان الهارت ريت عالي. فمعنى كده بيقول لك ايه الايديال دراج اللي اقدر استعمله؟ الايديال دراج يعني هو بيقول لك انا عايز دراج يشتغل على الهارت يقلل لي الهارت ريت. تمام. انهي من دول هيشتغل على الهارت؟ الدايجوكسين ده احنا لسه ما خدناهوش. الهيدرالازين ده كان بيشتغل اصلا فازو دايليتور، مش هيشتغل على الهارت. اليوميبين ده احنا برضو ما خدناهوش في الكلاس، يبقى مين؟ البروبرانولول. تمام. البروبرانولول ده كان بيتا بلوكر، بيشتغل على طول على الهارت، فهيقلل الهارت ريت. ليه؟ لان الراجل ده الهارت ريت بتاعه عالي. طيب نيجي بعد كده بيقول ايه. 25 سنه، الراجل عنده 25 سنه، جه وكان واخد كوكايين. تمام. والبلاد بريشر بتاعه 190/120. 190/120 ده سيفير هايبرتنشن. وركزوا على كلمة سيفير هايبرتنشن، هو بيشتتك بموضوع الكوكايين وما كانش عنده اي حاجة قبل كده وكده. هي دي الكيسز، كيسز بس في كي وورد كده تدور عليها. فالكي وورد هنا ان البريشر بتاعه عالي، سيفير هايبرتنشن. تمام. طيب ايه الادوية اللي كنا بنستخدمها في السيفير هايبرتنشن؟ تحطها كده قدامك وبعدين تبدأ تختار. فبيقولك ايه الموست ابروبريت تريتمنت اوبشن، ايه الاوبشن اللي انا استعمله؟ الميتوبرولول ده بيتا بلوكر، لا ما كانش موجود. طيب النيكراديبين ده كالسيوم تشانل بلوكر، كان موجود النيفيديبين. تمام. فهنا هنا الاجابة هتبقى ايه؟ النيكراديبين. لين النيكراديبين كالسيوم تشانل بلوكر، والكالسيوم تشانل بلوكر انا بستعملهم في علاج الايه؟ الامرجنسي هايبرتنشن. تمام. تمام. نيجي بعد كده بقى بيقولك ايه. راجل عنده 66 سنة، بقاله 5 شهور عنده دراي كوف. مدام جت كلمة دراي كوف يبقى يجي وراها على طول ان ده السايد افكت بتاع الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور. تمام. بيقولك بقى ان هو ما عندوش اي سيمتومز تانية، وان هو كان عنده هيستوري بتاع مايكارديال انفاركشن والكلام ده كله، ولا بيدخن ولا عنده برونكيال أزمة. يعني من الآخر كده الدراي كوف دي ما حصلتش بسبب حاجة منه، ده حصلت بسبب الدواء اللي خده. تمام. طيب ايه بقى الميديكيشن اللي هو ممكن يكون خده؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور. طب دي كانت اي حاجة اخرها بريل، فين هنا اللي اخره بريل؟ انها اللايزينوبريل. تمام. طيب نيجي بعد كده ليه اخر حاجة بقى معانا. هي بيقولك ايه، واحدة ست عندها 54 سنة، وبعدين بتشتكي من هي عندها سيفير اسينشال هايبرتنشن. المهم ان هي خدت جربت نيو انتي هايبرتنسيف دراج. تمام. المهم البلاد بريشر بتاعها اتعدل الحمد لله. طب ايه بقى المشكله؟ هي جت وبتشتكي ان هي عندها اكسسيف هير جروس. تمام. الست دي جت الحمد لله الضغط بتاعها اتعدل وكل حاجه، بس هي بتشتكي ان الشعر جسمها بيكبر بسرعه. تمام. طيب مين اللي كان بيعمل كده؟ كان فازو دايليتر، هو المينوكزايدل. تمام. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا، اتمنى بجد تكونوا فهمتوا، وبعتذر عن اي تقصير ممكن يكون حصل مني. وشكرا جدا ان انتوا سمعتوا لحد هنا والكلام ده كله. مع السلامه.